يا ست عرفي نفسك تاني معلش. انا هدى شعبان حسن. بدايه القصه ان انا لما اليوم اللي انا اكتشفت فيه جريمته وظبطته اللي هو فلان المين اللي اسمه؟ هو طارق محمد السيد البيومي. انا لما ظبطت بيختصب بنتي اليوم اللي هو يوم بقى ما اتاكدت واكتشفته بنفسي وشفته بعيني. يوم 30/9 يوم 30/9/2009 كان يوم الاربعاء. وظبطته متلبس بجريمته مع بنتي. فروحت طبعا المهم اصريت ان انا ابلغ. راح جاري على المطبخ وجاب سكينه المطبخ وقطع ايده جرح قطعي وترمي في الصاله وانهمر من ايده الدم ملى الصاله. وانا طبعا شفت المنظر كنت في حاله ذهول وصدمه. صدمه ان انا شفت منظر بنتي في المنظر ده اللي هو عامله فيها ومنظر الدم اللي هو عمله في نفسه. فلقيت الدنيا اتكركبت على ما قلت اكيد هو بيعمل كده عشان يداري جريمته يلبسني قضية قتل ولا شروع في قتل. فقلت له لازم تطلع من الشقة دلوقتي وتروح تخيط الجرح ده بعيد عني. فالمهم قال لي لو خيطت الجرح مش هتبلغي؟ قلت له مش هبلغ بس اطلع حالا. وبالفعل خد نفسه بجرحه وراح على خلي معاكي. المهم وراح مستشفى الدمرداش العام وخيط الجرح. كان حوالي الساعة 7 بالليل. وبعد كده دخلت على الدكاتره فهمتهم قلت لهم هو اتهم مين بالجرح؟ قال ما اتهمش حد. قلت لهم هو اللي حاول الانتحار عشان خاطر اسامحه لان ظبطته بيعتدي على بنتي جنسيا. ففضحته قدامهم ورحت واخده بعدي وانا مش ماشيه. طبعا كنت رايحه مش عشان اطمئن عليه لا عشان انا اخلي نفسي من المسؤوليه ان هو ممكن يتهمني او يتبلى عليا عشان يداري جريمته الشنعاء اللي عملها في بنتي ضنايا. قعد 7 سنين يخدرني ويحط لي مخدر ومنوم في اكلي وشربي في الثلاجه عشان يهتك عرض بنتي ويغتصبها. حسبي الله ونعم الوكيل فيه وكل اللي نصروه عليا وضيعوا حق البنت. المهم بعد كده تاني يوم الصبح 1/10 كان يوم 1/10/2009 كان يوم الخميس. رحت قسم مدينه نصر اول واتصلت بيه وقلت له لو عندك شجاعه ادبيه تعالى انا في القسم وابلغ مش هسيب حق بنتي. قال لي طب انا جاي. وبالفعل جه ومعاه محمد رئيس مباحث امن دوله محمد بلباز ودخلوا على عزت بيه زهران مامور اسم مدينه نصر اول. وطبعا سياده المامور استضافهم احسن استضافه في مكتبه وجاب لهم القهوه وراح طاردني انا وبنتي وقال لي مفيش حاجه من اللي انت بتقوليها دي حصلت ستنتي يلا بره. طبعا المامور اسمه ايه؟ عزت بيه زهران اسم مدينه نصر اول. في الكلام ده يوم 1/10/2009 يوم الخميس. فطبعا قلت له انا مش هسيب حق بنتي وانا هطلع من هنا على وزاره الداخليه ومش هسيب حق بنتي. ونهارته بقيت اصرخ. راح منادي نقيب قال له يا ست نقيب تعالى هات هاتها اعمل لها محضر. وبالفعل انا فكرت انه راجع ضميره بقى عنده ضمير والا انه عمل محضر اداري واخلى سبيل المتهم من النيابه المسائيه في نفس اليوم اخلى سبيله. وبعد كده السباعي احمد السباعي حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو كمان بتاع الطب الشرعي راح قايل كلمته ومش ممكن يكذب بقيه دكاترته واولاده وزملاته في الطب الشرعي وثبت كلامهم وقال ايوه البنت سليمه فله مفيش حاجه. وبعد كده حفظوا القضيه وكان لم يكن كان مفيش حاجه حصلت. وبعد كده راح القضايا الضرب نزلت على دماغي ترف وعملوا لي قضيه ضرب بشهرين سجن وان انا اللي ايه ضربة مين؟ المغتصب بعديها بشهر او شهر ونص. المهم رحت قلت شهرين سجن ليه؟ انا عملت حاجه؟ قالوا لي انت دور ضربه المغتصب وعليكي شهرين سجن وروحي اعملي فيهم استئناف. قلت ده الرحمن يا رحيم عليا في الاستئناف ده احنا بلد الميه ما تجريش فيها في العالي ابدا. انا ضايعه ضايعه وبنتي هتحبس وهو يروح يكمل ايه؟ عليها. المهم رحت قلت لا انا بنتي لازم اخبيها وخصوصا كل قرايبي في اسكندريه. انا عايشه هنا ما ليش حد قرايبي كلها في اسكندريه. انا ابن عمي المحامي حسن ابراهيم حسن علي المحامي في اسكندريه وقرايبي كلهم هناك. فالمهم خدت بنتي وقلت لا انا مش هقدر اروح اوديها لحد من قرايبي بعد الحادث ده. انا لازم اوديها في مكان امين ما فيهوش غير بنات بس. رحت وزاره التضامن الاجتماعي هنا في شارع القصر العيني.
وبلغتهم الواقعه وجبت لهم ورق القضيه بتاعت البنت من اولها والقضايا اللي قبل بعد كده بتاعت الضرب. هم فكروني ان انا عايزه اقدم لهم البنت على اساس ان انا هتجوز ولا حاجه. قالوا انت هتسلمي البنت في دار قالوا انت عايزه تسلمي البنت في دار فتيات عشان راح تتجوزي ولا ايه؟ عشان كده عايزه ترميها. قلت لهم لا انا عايزه اسلمها عشان هم حكموا عليا انا بالسجن وسابوا المغتصب وانا لو سبتها في البيت وما تلاقي الثلاجه اكل وقفلت عليها ورحت اسلم نفسي للسجن شهرين هيروحوا هم هيروح يكمل تاني معايا هيكمل عليها. انا عايزه اشيلها في مكان امين. راحوا الانايا الالهيه ربنا كريم ان حكموا عليا بالسجن. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه. لان الوزاره بعتتني لدار فتيات اسمها دار حمايه المراه للطفوله والامومه في مصر الجديده ورا الميرلاند. فروحت اسلمهم وقالوا لنا قالوا لي هنا في وزاره التضامن احنا نكلمهم بالتليفون بس روحي وهم عارفين. ورحت وشوف العنايه الالهيه العداله الالهيه نزلت من السماء عشان تفضح السباعي والنيابه ومحمد الباز وكلهم اتفضحوا اتفضحوا. الله ينور عليك كشفوا على البنت. راح الدار قالوا لنا شرطنا الوحيد قبل ما نستلم البنت لازم نكشف عليها دي مسؤوليه وفي شويه بنات جداد كلهم هيروحوا ايه نكشف عليهم. وبالفعل خدوا البنت مع شويه البنات الجداد الاخصائيه الاجتماعيه خدتهم لان هناك ما فيش رجاله يعني كله سيدات. ورحت انا معاهم ووقفت بره على باب المستشفى ودخلت الاخصائيه مع البنات وراحوا ايه كشفوا على البنت وطلعت النتيجه. قلت لها يا بنتي قولي لي التقرير فيه ايه؟ قالت لي زي ما انت قلتي. قلت طب ممكن اصوره؟ راحت قالت لي طب ما فيش مشكله الاصل بتاع التقرير معاهم. رحت بعد كده صورته والمهم بعد كده ربنا انقذني تاني يوم كان تاني يوم الجلسه ربنا انقذني لما شرحت القاضي كل حاجه ووريته التقرير انهم كلهم كذابين والطب الشرعي كذاب والحقيقه ايه والحقيقه جت بالمصادفه انا ما اقصدهاش. ده انا قبل ما يحكموا عليا بالسجن لفيت على مستشفيات البلد عشان يدوني تقرير ما حدش رضى والتقرير جالي بالمصادفه من عند ربنا لما هم حكموا عليا بالسجن. المهم بعد كده طلعت براءه وطبعا ما كانش هدفي البراءه بس انا هدفي حق بنتي. رحت بتقرير ودبقته في عين رئيس النيابه احمد ده عبد الحليم قلت له فين حق بنتي؟ اهي الحقيقه اهي ليه خبيته الحقيقه؟ ليه؟ المهم طبعا احمد ده عبد الحليم محمود بصلاح وكيل النيابه طاروا في العمليه دي طاروا بس السباعي فضل زي ما هو رغم انه اتفضح ورحت له في مكتبه قدمت له التقرير الاخر في وشه بصيت لقيته لم الموظفين وراح حابسني في مكتبه وراح طالب اسم السيده زينب لازم دي تبقى عندي واحده عايزه تضربني لازم تحبسوها. وجه النقيب برجالته وقال له احبسها. فحكيت للنقيب الموضوع كده زي ما بحكي لسيادتكم. فالنقيب الصراحه احنا بنظلم هي الشرطه فيها وفيها والله. طلع ده انسان سيادة النقيب ده طلع ملاك جدا وراح قال مش عارفه بس يا ريت والله هو الله يبارك له. وراح فعلا قال يا ست معلش احنا اسفين اتفضلي انت وبنتك. قلت له يعني مش هتقبضوا عليا زي ما قال لكم؟ قال لي لا 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 بعد اللي انت حكيتيه ده نقبض عليك انت. وراح بص له كده وراح ساكت وضاحك. وراح رحت نزلت لقيت البوكس واقف قدام باب الطب الشرعي عند المشرحه في عند مصلحه الطب الشرعي اللي في زينهم في زيت زينهم. قلت له انت يا سيادتك متاكد اركب عربيتي ولا عربيتكم؟ راح قال لي لا يا ست اتفضلي انت وبنتك اركبوا عربيتكم عادي. قلت له يعني مش هتاخدوني؟ راح قال لي لا. وبالفعل الحمد لله برضه طلعت من دي ربنا نقذني وخدت بنتي ورحنا روحنا على خير. كل يوم بقى اروح للنائب العام بكره بعده الشهر الجاي الاسبوع الجاي فتح القضيه تحقيق من جديد. اي نعم بعد ما نزلت على اليوتيوب وعلى القنوات الفضائيه وبعد كده فضلت القضيه عنده مفتوحه اي نعم بس ما نحولهاش ولا جنايات ولا حاجه الا ان بعد الثوره المجيده رحت لهم قلت لهم المفروض بعد الثوره دي تنزلوها بقى جنايات بقى وتجيبوا حق بنتي حرام بقى كده. راحوا ايه منزلينها جنايات وعملت المستحيل عشان ضبطوا واحضروا وعملت ضبط واحضار الاسم والمديريه ما كانوش عايزين يجيبوه لان ده تبع التبعي. فرحت مصلحه السجون قلبت الدنيا
هو تبع التبعي يعني، هو تبع تبع محمد الباز. الاسم مش عايزين يقبضوا عليه. وبالمناسبة يعني عشان تعرفوا سبب اصراره ان هو يحميه، ان هو اللي هو كان جوزي ده على فكرة بعد الحادث خلعته في 26/1/2010 خلعته. عايزة تذكري ان هو ليه علاقة عائلية بينك عشان ما تشوفش كان ازاي بيخش الشقة. ايوه انا خلعته في 26/1/2010 خلع، ومعايا ورق الخلع دلوقتي اوريه لسيادتكم برضه. قلت لي علاقة بينه وبين محمد الباز، ايه العلاقة؟ علاقة يعني يعف عن ذكرها اللسان. معلش يعف عن ذكرها اللسان. لا اذكريها. زوجي انساوي. بس انتوا فاهمين بقى الاخر. لا اللي عمله في بنتي اتعمل فيه وهو صغير. فطبعا لازم محمد بس ده يحميه، الدرع الواقي يبقى ليه. لازم. وبعدين جوزي من النوع اللي حويت كمان، مسجل للراجل ده مكالمات كتيرة. فالراجل مخنوق من رقبته يعني، مخنوق مسلسله سجل الباز. وانا حق بنتي يضيع في الرجلين. المهم عملت ضد الباز ده شكاوى كتير في وزاره، وفهمتهم الحكايه. فهمتهم السباعي بقى بعد كده عملت ضده. طبعا ده انا عملت ضده بلاغ في ان عند المحامي العام بتاع جنوب. بلاغ رسمي بالتزوير. امسكي لحظه، حطي دول في الكيس. ناخد فصله برضه تطلع الاوراق. تحب اكمل؟ خلص وصلت لايه؟ موضوع الباز وعلاقته بالسباع. انت وصلت للموضوع اللي انت رفعته. يعني احنا يهمنا العلاقه بين ال بص جدا جدا تزوير تزوير السباع. ايه رايك؟ تمام تزوير تطبيق طبي. من هدى شعبان ضد السباعي. من هدى شعبان. تمام. بقيه المحضر بقى ده بص هنا صوره رسميه. رسميه اهي. تمام. ضد السباعي. تمام. تكملها ولا مش مهم؟ لا خلاص انا لو عندي الصوره باخدها منك. ودي طبعا شهاده الخلع. الخلع. انت لو في صور صور بس معاك. انا معايا اصول. لا خلاص انا هصورها في وقت تاني. طبعا بعد كده بقى زي انا ما حكيت لك في الاول. بعد كده القضيه اتحولت بنايات، والقاضي بقى اللي عمل اعيد اللي هو القاضي عمل. لا خلاص تمام. انت فاهم لما القاضي بقى سحلوني الامن المركزي واخلى سبيله. انا فاصل تحكي لنا بقى السحل ازاي. انا فاصل.